Ça fait plaisir au fait qu'on ait des espaces comme ça. Là, on nous dit des espaces un peu indépendants. Je crois bien que l'espace Ada, ça nous a donné ça, parce qu'on a même un beau spectacle. Bien au c'est un spectacle très l'effet de va-et-vient à Jnohor. Et mais l'espace surtout, on a même très touché. C'est-à-dire que l'agora, ça m'a directement parlé. C'est bien le sac aussi, ça fait partie de l'agora. C'est un procédé de la démocratie. السلام عليكم، سميتي أمين، أنا من فرقة جوق التمثيل البيضاوي. درت باش تحاول تحيي التراث المسرحي والتراث الموسيقي ديال المغرب حول الشيخات، لأنه نوع من المسرح، نوع من البيفورمانس اللي فيه الموسيقى. كنحاول نبحثو في المسرح ديال الطيب صديقي الله يرحمه، المسرح اللي كان فاوي، المسرح المغربي الأصيل ديال ساحة جامع الفنا، الحلقة، الروايات الشفهية ديال الناس. هذا كل المجال كنحاول ناخذو وكنبدعو منه مسرحيات، منها مسرحيات كباري شيخات فيها الموسيقى وفيها القصة وفيها المسرح، فيها التمثيل، فيها الانتربريتاسيون، فيها لا كوريغرافي، فيها لا كومبوزيسيون ميوزيكال. دونك نقدروا نسميوها واحد الخليط فني ديال المسرح المغربي من التراث الشفهي اللي خلاو لينا الجدود ديالنا. كاين منو اللي تكتب اللي عنده لا شانس، وكاين اللي ما تكتبش بحال العيطه. دونك الخدمه ديالنا في جوق التمثيل البيضاوي كنحاولوا نكتبوا العيوط، كنحاولوا نكتبوا الاغاني الشعبيه ديال الفتره ما بين الاخر ديال القرن 19 حتى الاواخر القرن 21. دونك شكرا بزاف للكونيكت انستيتوت، شكرا للناس ديال الادمنستراسيون، الناس اللي ساعدونا في هذه التجربه هذه ديالنا في اكادير.